الله جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، مساء الخير متابعينا، وياكم قناتكم الأولى الخاصة بالبلاب. ما مشترك اشترك، لايك للفيديو يوصل لك أي شيء جديد. ما حدثكم على الصياد، فقرة يوميات ليلية. اليوم شوية سويت لهم جو للبلاب، وهو صعدت عندي طور من الأطوارة، صعدت شوية اشتغل هذا، شوفوه بالقفص هذا شوية اشتغل ذبل لسان لسانين، ما شاء الله حرك لك الأول والتالي شوية لين عندهم جمود أحس، فما شاء الله اشتغل نخوش شغل. يعني هسه هذا عندنا، هذا علواسي قديم، هذا صيد ايدي راح يصير له تقريبا يمي بالست سنين سبع سنين. هذا زين، هذا النثيه مالته كشميريه فايتر اللي بيضت. ها بالمناسبه نزلت لكم فيديو قبل هذا، انصحكم تشوفوه. هاي انتهينا منه، شوفوه ما شاء الله. وهاي هنا نثيه عراقيه وفحل كشميري فايتر زين، وهذا هنا فحل هملايه ونثيه كشميريه فايتر. هذا الفحل الهملايه اللي قاعد يقرا، هذا راح يصير له عندي سنتين. وهناك فحل كشميري فايتر ونثيه عراقيه. باع المطارده اللي بيناتهن، اكو هواي شباب يقول يابا ذني ليش يطاردن، ليش يتعاركن؟ هذا المالاتي اني صارهن سنتين سوى وانتجت من عندهن وبيضن خمس ست مرات وهم يتعاركن، واحد يلحق الاخ. شوفن عموما نبلش بالتعليقات مال المنشور الاخير. يقول بلبل يعطي اكل فاكهه ما ياكل ابد، شو اسوي له؟ بس قول لي شطي انطي اكل فاكهه ما ياكل ابد وصاير اصفر وضعيف. يعني هو اصلا الفاكهه احنا ما ننصح بها، اصلا الفاكهه عباره عن مي، 70% من مي، يعني الطير ما يستفاد من هذه الفائده. صحيح احنا قبل 3 سنين 4 سنين كان اعتمادنا على الفاكهه، لكن الدنيا تغيرت، بدت تجينا الاعلاف المستورده. هسه عندنا الخلطه مالتنا ما شاء الله، هاي طيور اذا شوفوها خير من الله عليها، طيور يعني صيف شتاء بالسطح، انتاج عدي، تغريد فول، ريش فول. ها يعني ها جبناها على الخلطه والفضلات مالتها شلون ناشفه. بالمناسبه هاي باوع باع الارضيه، هاي من دقيت الاقفاص يعني من العام، وهسه راح يصير سنتين تقريبا او سنه ونص واني ما منظف. شوفوا حتى الوسخ مال العلف اقل من الفاكهه، يعني الضرق ناشف وما ياثر وما ياذي الطيور. لذلك انا ما انصحك تطي فاكهه، انا انصحك انه تترك الفاكهه عنه، بس التمر، التمر والخلطه طبعا. عندي بلابل من الزوجات بيضا، ثلاث بيضات صار لهم صار لهم 10 ايام، لقيت البيضه الثالثه ماكوله بالقفص. هاي اذا البيضات الاثنين باقيات جوا النثيه ماكو مشكله، هاي البيضه الثالثه ما ملقحها فشمرتها تتخلص من عندها، زين؟ اما اذا راح تذب البيضات كلهن معناتها السبب يعني كانما انت متقرب على العيش او تحرك العيش او تحرك القفص او شافن شيء خوفن خلاها تنفر العيش والبيض. وانصحك هم تشوف الفيديو مال اليوم، نفس المشكله صارت عندنا. بلبل كان عنده لسان حلو واضح، وقبل اسبوع تقريبا بعد ابد ما قام يحكي هذا اللسان وقام يغرد تغريده مو حلوه، شنو السبب؟ هذا قاعد يغير ريش البلابل، من تدخل غيار الريش اللسانات مالتها تتغير، يصير بيه رفع، يصير بيه عباره عن صياح، يصير لسانه يعني شلون اقول لك مخربط ما مفهوم، فالموضوع جدا طبيعي، يعني فتره ويرجع طبيعي. التعليق الاخر يقول محميتي بها نمل بالارضيه بس ما يوصل للعش، شو تقول ينجح التكاثر وشلون اتخلص من النمل؟ بصراحة ماكو طريقة تخليك تتخلص من النمل، والنمل إذا شاف إنه يم العش ما راح ينجح عندك التكاثر والطيور راح تنفر. التعليق الآخر يقول ما عندي إمكانية أجيب دود قبابي حي شنطيهن أكل غير الدود، ما ينجح. الأفراخ بداية العمر فقط الدود القبابي الحي، أي أكل أي شيء غيره أي بديل ماكو ما ينجح. التعليق الآخر بلبل فحل اليف ونثيه وحشيه مخلف عادي ازاوجن عادي ماكو مشكله. شباب هواي يقولون ودائما اكررها، يصير نزاوج الوحشي على اليف، نثيه اليفه وفحل وحشي، فحل وحشي ونثيه اليفه. يا معودين ترى هن اثنيناتهم بلابل، هسه احنا يعني وصلنا مرحله قمنا ننزوج الاجنبيات على العراقي، وانت هسه قاعد تقول لي يصير الوحشي يزوج الاليف، ليش؟ وشنو الاختلاف يعني؟ شنو الفرق؟ زين شنو المشكله اللي بيناتهم؟ يا صديقي وعزيزي الموضوع جدا طبيعي وعادي وكله ناجح. التعليق الاخر يقول عندي ثلاث فحله، واحد يزوج الثاني، وعندي بلبل بيضت بيضه يوم ورا يوم، شيء اكيد راح يطلع كل فرخ يوم ويوم، يعني يمتى اخليهم مي سبحان الامهات، لان البيضه الثانيه والثالثه راح يتبللن بس مو اخر يوم.
بالنسبة للفحل حاول تفردهن، لأن هنا عندك فحل راح يندقر من الفحول ويموت. وبالنسبة تحسب من ثاني بيضة 12 يوم، تحسب من ثاني بيضة 12 يوم، يعني 11 يوم تخلي مي، ما عليك انت انه هاي البيضة ثالث يوم رابع يوم، الموضوع جدا طبيعي. بالنسبة للتفقيس، التفقيس الأم صحيح اليوم بيضتها بس ما راح تنام على البيضة، راح تنام لحد ما تكمل البيضات مالتها. فلذلك التفقيس تدري شو يصير؟ يعني أول بيضة تفقسها الصبح الفجر، ثاني بيضة تفقس بنفس اليوم المغرب، ثالث بيضة ثاني يوم الفجر، يعني البينات 12 ساعة، ساعات يصير البينات مو أيام. التعليق الآخر يقول سوينا فيديو عن تكاثر البلابل الأليفة عن المكان عادي بالبيت، وهل أهل ماكو توصل للشمس وعندي طبع. احنا بديل الشمس قلنا الجلوب الشمسي اللي هو مثل هذا أنا اللي مشغله، وإذا أليفات ما يأثر إنه يشوفون بشر أو ما أعرف شنو زين. وبالنسبة للتكاثر أنا مسوي لكم سلسلة كاملة تقدر تشوفها، نفس الشيء تنجح على الأليف وعلى الوحشي. عندي زوج بلابل حاطهن بقفص التكاثر، بس اشوفه مو امن، وسويت غير قفص. شو تقول لو احول البلابل؟ حولهن ما دام الموسم بعده بدايته، يعني تو الموسم بدا، لذلك استغل الموضوع لا تتاخر اكثر. التعليق الاخر اليوم لقيت الفحل نايم بالمعلف البلبل ليش عادي، شرحنا هذا الموضوع بالفيديو السابق. غالي بلك تسوي فيديو عن تكاثر البلابل، نفس الشيء مسوي لكم فيديو بهذا الخصوص. اريد ازاوج البلابل بس مضمونات الفحل والنثيه، بس النثيه تقتل الفحل وضربتها برقبته. قفصك صغير لازم قفص كبير. ما شرحت لنا عن الضوء، ايش وقت نطفيه وايش وقت نشغله؟ باوع موضوع الضوء هوايد يوقعون بهاي المشكله. انت اذا بلابلك برا ما تحتاج ضوء، هسه تقول لي انت ليش خالط ضوء؟ انا خالط ضوء على مود التصوير، يعني هسه شلون اصور لك انا اذا اريد اصور هسه شلون راح اصور لك وهاي المطفيات؟ فانا استعمل الضوء على مود التصوير فقط، يعني هسه مثلا باكر انا ما عندي تصوير ما شغل الضوء نهائيا. هاي وحده. اثنين، اذا محميتك جوا وما يوصل لها الشمس، الضوء الشمسي تجيب مثل هذا وشغله ساعتين باليوم فقط مو اكثر، ساعتين مو اكثر، حتى الطيور لا تتعب عيونهن ولا تتعب النشاط مالتهن ولا تخليهن يرتبكن. التعليق الاخر يقول عادي انطي الافراخ دود طري الحي سعره غالي. الافراخ من عمر 7 ايام فما فوق تعتمد على السريلاك، ما يحتاج الطري. اقل السبع ايام يعني من يوم التفقيس لحد ما عمر 7 ايام لازم دود حي، ما يصير الطري. ها كل سنه عيدها. التعليق الاخر يصير اقدم جراد بدل القبابي؟ ارقى اكل واحسن اكل هو الجراد، يعني انصحكم اللي يمه مزرعه او اللي يمه حدايق ياخذ له بطل ويروح يجمع جراد، حتى لو ما عندك تكاثر، حتى لو ما عندك تكاثر، عندك بس بلابل عاديه بالبيت انطيهن جراد وشوف البلابل شلون راح يصير عندك تفليش بالبيت، نشاط، تغريد، ريش جماليه، يعني الطير حتى تصير عنده مناعه. الجراد فشي ما بي اي مقارنه ويا اي اكل، يعني اقوى اكل هو الجراد. التعليق الاخير يقول عندي بلبل عمره تقريبا فوق السنه واخذت بنصيحتك اسبوع اسمع علوازي واسبوع من دلاوي. سؤالي هو اذا البلبل عمره كبير يقدر يتعلم هذه الاصوات؟ لا مو شرط، هاي حالات نادره، اكو بلابل تبقى تاخذ لسانات وبحاله وحدهم طبعا من يدخل غيار الريش، ومو كل البلابل ياخذن، فقط حالات نادره. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهده، انتظرونا باكر فيديو جديد، تحياتنا لكم.